اسيدي شوف اش نقول لك واحد القضيه، ترى ما كان نشطح ما كان شوف ما كان ضرغو حتى حاجه، كرشنا الحمد لله. اليوم اللي قادر على شباب المحمديه وقادر على هادشي مرحبا بي دابا، انا كنقول شي دابا لحنا ولاد الاخوان، دابا 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 ماشي غدا، دابا 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 السي خالي، دابا سيدي نديرو حنا جمع استثنائي غدا نعلن عليه وجي شد الفرقه من الهضره كنعرفو نهضرو، التسويق ديال الكلام كنعرفو نقولوه، راه حنا مماليه الكلام، الكلام حنا مماليه، واللي باغي يهضر قال لك واحد المثله زوينه هادي، قال لي وابا اجي نوليو شرفه، قال لي يا وليدي تيموتوا الناس اللي كيعرفونا، اذا راه كنعرفوا بعضياتنا. من خلال الهضره اللي قلتي انت يا كاين غادي يكون لكم من خلال الهضره غادي يكون، اذا انت واش قاد بها؟ لا انا ماشي انا شوف اسي خالد واحد القضيه اسي خالد واحد القضيه اسي خالد بول حاجه هو اللي قالها الكلمه واحد القضيه غنقولها لك اسي خالد، انا ما قادش بها يلا سيدي، وكنقول لك حتى دابا انا كنقول لك ما قادش بها واجي بسلامه دابا دابا، ولكن ما نسمحش فيها لمن لهاد الرباعه ديال اللي كيهضروا. شوف نهار غوتنا ولا بقيتي عاقل راه اي تدخل ديالي ملي كنت منخرط وكنت في المكاتب المسيره السابقه راه كان الحل، راه ما كان شوف راه ما كان طب ليه ما كان لوح ليه لا ورد، كنت كنقول لكم الحل الوحيد ديال هاد الفرقه باش طلع من الهوات راه هو هشام ايتمنى. اليوم كنقول لك السي خالد الا قادر شي واحد شي كاليبر وشي واحد صحيح بحال هشام ايتمنى يجي مرحبا به، ولكن ولكن باش لا شوف قال لك كاينين اعيان المدينه اللي يقدروا يجوا، هذاك اللي قالها في الوقفه يجيب لنا اعيان المدينه نسلموا عليه. فين اعيان المدينه مساكن؟ كلهم اللي كنهضروا معاهم كيقول لك لا خويا بعد ليهم الشباب، كنقول لهم عاونوا الشباب الله يرحم لكم الوالدين كيعاونوا على قد المستطاع، حنا كرانا هاد اعيان المدينه يجيو دابا دابا حنا ما بغيناهم دابا يجيو اخويا شدوا الفرق ما عندناش مشكل، فينا هما؟ شوف الله يرحم لك الوالدين سي خالد، سمعوني مزيان الاخوان، اليوم الشباب في امس الحاجه ديال ولادها يضروا بها، كاينه شي حاجه نجيو نجلسوا، انا جلست معكم دابا حنا كنتناقشوا، ولكن غنجلس مع الناس اللي عندهم حسن النيه اللي باغي الفرقه اللي شوف اللي باغي يتعاون ويدير يديه مرحبا به، مي باش غنبقاو نهضروا في القهاوي وكاع كنعرفوا نهضروا نخرج نهضروا في الزنقه كاع كنعرف نهضر. شريف اليوم شباب المحمديه احنا قلت لكم شنو كاين، انا ما خبيت والو، داست اوبيراسيون قلت الثمن ديال اللاعبين باش مشاو، قلت كيفاش غادي نديروا لهاد نسيروا هاد المرحله ايه راه باش لا بلاتي خارطة الطريق السي خالد نعم كيديروها فرق اللي عندهم مداخل كيعرفوهم، اليوم انا كنسير محدوده المداخل ديالي اللي عندي كنسير بها المشاكل باش ما نوقعش في مشكل كبير، باش ما تخنقوش ليها يعني واحد المداخل قاره بحال محدوده. اعطيني 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 السي خالد دابا انت اعطيني اخويا نتكلف لك اعطيني هاد المداخل انا المداخل 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 القاره السيد الكاتب العام ومعك شوف سي خالد مداخل القاره مداخل القاره ديال شباب المحمديه احنا كنتقاتلوا على هاد لي سبونسور اولا نعم مع السي هشام ايتمنى رئيس المجلس البلدي عن طريقه مشينا للجهه وحطينا المشروع ديالنا والحمد لله حتى حنا غادي نوليو كنتوصلوا بواحد المنحه اللي جد جد مشرفه من الجهه، اذا احنا غادي السلطه السيد العامل احنا كانوا عندنا معاه اجتماعات عطيناه المشروع ديالنا عطيناه لي دوسي ديال سبونسورينغ اللي قال لنا شوفوا مع هاد الشركات باش اذا احنا غادي راه ما يمكنش لك اليوم عندنا عصا سحريه طن راه اليوم خرج اليوم غادي يجبد المجر ويعطيك الفلوس راه ما يمكنش، اذا احنا غاديين بالاستراتيجيه وبالمداخل اللي عندنا وبداكشي اللي عندنا راه حنا غاديين به دقه دقه، انا ما كنقولوش بالعكس راه بدات بوادر ديال الخير بدات كتبان اليوم بلا ما نبقاو نهولوا في الامور وهادي اللي عنده شي مشروع يجي مرحبا به واخا في اطار هذا الشيء ما علاش ما كديرش واحد يعني لقاء تواصلي مع المنخرطين باش هو تسمع لهم مرحبا الا كان اخويا الا كان البديل واش خصها تجي من عندك ولا من عندهم هما خويا واش هي كتجي من عندهم هما سي خالد انا المنخرطين دائما على اتصال معهم اللي كيبغيو يسولوا على شحال الشباب كنجاوبوا ومرحبا واش انا اليوم عيطوا عليا المنخرطين علاش عيطوا لي نتوما نجي نجلس معكم دابا ما عمر ما داروش شي يلا واش انا تلقيت شي قالوا لي الو السلام عليكم الرئيس بغينا واحد اللقاء معك مرحبا ألف مرحبا غير هو القانون ديال الفرق وديال الجمعيات الرياضية عندي معك لقاء كل جمع عام أو جمع استثنائي
اليوم بغيتي لقاء تواصلي ولد الناس مرحبا بك تجمعوا واحد 10 ولا 15 ويعيطوا لي سيدي بالفرحات عليا انا يعني. طرحت لك السؤال حيت شفت في الوقفه الاحتجاجيه سي المنخرط سي الرياحي يعني قال تصريحات يعني كاين شي تصريحات ديالو في الوقفه الاحتجاجيه خويا شوف هذاك وجهه النظر ديالو هذيك محترمه وما كاينش وبالعكس شبابي عز الدين الرياحي شبابي انا ما قلتلكش في صميم ولا ماشي في صميم انا ما سمعتش هذاك الشيء كامل مي عز الدين الرياحي انا بوغ مو راه شبابي وعزيز عليه الشباب وكاين وغادي مزيان في هادشي ديال التدريب نعم وغادي مع هاد الوليدات الصغار في واحد ليكو تبارك الله عليه الله ميسر اسامه مرحبا سي حمزه محمد اليوم محتاج الولاده محتاج لكل شيء طبعا الحال اول حاجه غنحاول نوصل لك واحد الميساج هو حتى الجمهور خاصو يتعاون حتى في التيكت ايوا ياخذ التيكت وحاجه اخرى اللي بعض المرات كاينين لي كيسيون كتبقى يدورو في دماغك بحال الميساج الميساج تقريبا البخي ديال التيكت تقريبا 200 درهم 200 درهم مي بكل صراحه كنشوف نص ديال الناس الشرفيه ما خايش التيكت كلشي لا ماشي نص خطا كلها مع الاسف مع الاسف يكونوا واضحين يعني الا كنا غنبداو زعما من الجمهور نقول له خو التيكت خص الناس اللي قراب لينا ومن الاولين يعاونونا باش انا اللي غنجي عندي واحد اللي معمرو لعب تاتوش بغيت يصدعني بالمنصه الشرفيه نجيب لي زونسيان جوغ يريحوا بالمنصه الشرفيه اصلا يلعبوا يريحوا انا شوف لي زونسيان جوغ كلهم كيريحوا في المنصه الشرفيه فراس بتي بشير اللي كيجيو دائما كيريحوا في المنصه الشرفيه هادي بالعكس انا نوض من الكرسي ديالي ونعطيه لفراس ونعطيه لبتي بشير ونعطيه لهذا غير 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 سي حمزه الكوطا ديالي انا اللي كتعطيني اللي كنكون في المنصه الشرفيه لي زانفيتاسيون ديال كيكونوا فيها المكتب المسير زائد الناس اللي كيتعاونوا مع الفرقه واللي اللي كيكونوا مداعمين وكنعطي بطبيعه الحال المستشهرين لي زانفيتاسيون ديالهم يعطيو لما بغاو ولكن راه لا بلو بار سي حمزه راه هذه هي المنصه ديال المحمديه راه فعلا